أسئلة كثيرة بمختلف لغات دول العالم تراود مئات الآلاف من قاصدي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج، لعل أبرزها متى وكيف وأين؟ نعم، وسيدتان السعوديتان لجين وسميرة سخرتا مكتسباتهما اللغوية في خدمة ضيوف الرحمن لتجيبا على كل هذه الأسئلة. It's called an explanation of the last stand of the Hajj. Exactly. It's very informative, okay? مبارك بوسن مبارك بوسن حج لريز خداوند قبل قسن ان شاء الله ما اوزبك وزم زهديه شما هر دروازه هر شيز. لجين وسميرة سيدتان تعملان في القسم النسائي برئاسة الحرمين، سخرتا مكتسباتهما في التحدث باللغات الإنجليزية والتركية والفارسية لخدمة الحجاج وتقديم مبادرات لغوية تستخدم التقنية الذكية لسماع خطب الجمعة وخطبة عرفة باللغة التي يتحدث بها الحاج أيا كانت اللغة. في وحدة قاصدة تعبت فأخذوها في الطوارئ، فمن هناك من الطوارئ تواصلوا مع الإدارة، فأنا رحت في الطوارئ، فالقاصدة لما شافتني أني أتكلم بلغتها فتمسكت فيها جدا. طبعا لغة الأم عندي لغة الأوزبكية، لغة الفارسية، أما التركي اكتسبت. من مختلف أصقاع العالم الإسلامي يفد إلى مكة في موسم الحج آلاف الأجناس، وبالتأكيد يحتاج أغلبيتهم إلى التعرف إلى الخدمات وسماع الخطب الدينية بلغاتهم، لا سيما عندما يحتاج الحاج إلى مساعدة ما فيبحث عمن يتحدث بلغته. The Hajj this year is exceptional. It's not like the ones we had in the last two years. Today we're welcoming millions and millions of people and we're more than happy and honored to serve them all in different languages. In our department we have English, we have Urdu, we have Farsi, we have Turkish, and also we have Uzbek. So we're more than ready to be helping, to be giving a hand to anyone in need, inshallah. تستمعان إلى الحجاج وتترجمان من لغاتهم إلى العربية لإيصال طلباتهم وأسئلتهم للجهات المختصة، هكذا تعمل كل من لجين وسميرة بكل رحب وسعة طوال أكثر من 8 ساعات يوميا في المسجد الحرام. يعد المسجد الحرام بيئة خصبة تتجلى فيه الأعمال الإنسانية وتتنامى بداخله ثقافة ومعرفة الإنسان وعلمه، فالاختلاط بين ملايين قاصدي المسجد الحرام له أثره في لجين وسميرة